اللي يرجع الكنيسة سخنة قوي ان احنا نخلي سفر الاعمال مرجعنا في كل حاجة. فاعمال 15 حصلت الازمة انه ابتدت ناس من المسيحيين اللي من اصل يهودي يقولوا لازم اي مسيحي يبقى يهودي الاول، عشان كده بيسموها في العلم بدعة التهود. بالرغم ان بولس كان يهودي متعصب وكان عنده ختان في جسمه، فما كانش عنده ازمة، لان هم قالوا لازم قبل ما تتعمد تختن. طبعا في كتير من الامم اتشدوا، لا انا مش عاوز ابقى يهودي، انا امنت بالمسيح، انا مش عاوز اتختن، ليه اختن يعني؟ طبعا في ناس بتشد ترجع المسيحية لليهودين. لما بولس بقى لقى المشكلة اتصعدت، ليه؟ كان بولس قادر يصدهم، بس المشكلة ابتدوا يجوا يقولوا من اورشليم الرسل بيقولوا كده، فبقت ازمة، يبقى بولس هيبقى ضد الرسل. فقرر برنابا وبولس يطلعوا اورشليم يرجعوا للرسل يسألوه. من هنا حصل مجمع اورشليم. يبقى مجمع اورشليم كان بسبب بدعة التهود، وكان التزام من بولس وبرنابا بالكنيسة، انه مع ان هما ناس قديسين وجايدت بالروح القدس، انما لازم يروحوا يسألوا انتوا يا كنيسة قلتوا كده. طبعا كلكم عارفين ان لما بطرس ويعقوب ويوحنا قابلوهم قالوا لهم احنا ما قلناش كده، وبدأ المجمع. فاحنا هنحكي عن المجمع الاول في تاريخ الكنيسة، ونطلع منه بمبادئ في خدمتنا او في الكرازة ترجعنا شوية لروح الكنيسة الاولى. هقرأ النص. When they had come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all things that God had done with them. But some of the seed of the Pharisees who believed rose up, saying it's necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Now the apostles and elders came together to consider this matter. And when there had been much dispute, Peter rose up and said to them, Men and brethren, you know that a good while ago God chose among us that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. So God, who know the heart and acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as he did to us. And made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they. Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. يبقى ده الحوار اللي بدأ في مجمع أورشليم. عاوز أعلق على كل حاجة. أول فكرة أنه حضروا الأورشليم قبلتهم الكنيسة وابتدوا يحكوا اللي بيحصل. يبقى واضح انه الكنيسة كانت بتعمل زي ما انتوا بتعملوا، بس ايه على كبير بقى يعني، مع قديسين، انتوا ربع قديسين كده. كانوا يرجعوا بولس وبرنابا من الميشن، خلي بالكوا ده بعد الميشن الاولى مش كده، ما هنحفظنا بقى الرحلة الاولى كانت ايه 13 و14، فالاخبار اتسمعت، فهم في 15 راجعين يحكوا ايه اللي حصل في اسيا. واضحة؟ يبقى هنا في مبدأ مهم قوي. الكنيسة في اورشليم او اليهودية هي مبنية مينلي على رعاية شعبها، لكن في كرازم. طب الكنيسة في السامرة والامم مبنية مينلي على الكرازة وفي رعاية شعبها. تاني بقول في تو فورمز، كنيسة مركزة قوي على الرعاية مش مفروض تلغي الكرازة، وكنيسة مركزة قوي على الكرازة مش مفروض تلغي الرعاية. فاهمين الفكرة؟ وضعنا ككنيسة قبطية ايه؟ كنيسة ايه؟ رعاية مينلي طبعا، انما الجزء الكرازي صغير. واضحه الفكره؟ يبقى احنا عندنا تو بيك فورمز كده، لازم الاثنين يفضلوا موجودين، كنيسه محتاجه الرعايه ومحتاجه الكرازه. بس لما يكون الشعب كبير قوي والرعايه بتستهلك الطاقه، تبقى مين لرعايه من غير ما تيجي على الكرازه. ما منعتش الروح القدس، ما وقفش بولس وبرنابا اكمن في يهود كتير محتاجين شغل، لا دخلهم على اسيا وكانت لسه اليهودية ما اكتملتش.
بعدين فكرة بقى التعاليم الغريب، قام أناس وقالوا في كل جيل يطلع ناس تعلم تعاليم غريب، الشيطان يشكشك الكنيسة. شوفوا الكنيسة لسه مبتدئة وبتكرز، انما يطلع ناس تلخبط التعليم. اخطر حاجة في كل الرعاية وفي الكرازة التعليم، اخطر حاجة. ليه؟ لان لو التعليم انحرف الاتنين دول وقعوا، الرعاية باظت والكرازة باظت. ان احنا بنكرز بايمان واحد مستقيم، فتلاحظوا انه مع ازمة التعليم كل حاجة تقف ونتفق الاول، وده سر مجمع اورشليم. بولس وبرنابا سابوا الشغل وراحوا اورشليم، وبطرس ويعقوب ويوحنا سابوا خدمتهم كرعاء وقعدوا. يبقى هنا مع ازمات التعليم المجمع شغلته الاولى يراجع التعليم المستقيم. يبقى كان فيها ارتقاءات as early as the first century، وفيها ارتقاءات لغاية دلوقتي في القرن 21، كل شوية تطلع بدع ولخبطة ولازم الكنيسة تقوم. خلي بالكم الفكرة ساعات تبتدي صغير، يعني ايه فيها ايه لما تبقى مختتن برضو زيادة الخير خيرين. ها خلي بالكم هي ما ابتدتش بشكل فج كده، ما هو اغلب الكنيسة يهود فكده كده مختونين، فلما يجي واحد امم يقولوا له لا برضو يصح تتختن، فابتدت تسرح. فكان لازم الكنيسة تاخد موقف، الختان مهم ولا مش مهم، ضروري ولا مش ضروري، له دور في الخلاص ولا ملوش دور في الخلاص، لكن وماله يبوظ العقيدة، مفيش وماله. واضحة؟ فعلى كلمة بس يختن او لا يختن في مجمع. يبقى ما تستغربوش لما الكنيسة تجتمع كلها، الكنيسة الكبيرة بقى يعني الاباء الكبار، عشان يحسموا موقف تعليمي مهم. اجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. يبقى التقليد الرسولي او اللي بنسميه الابوستوليك تراديشن، وعلى فكرة بتكتب يوجوالي بالكابيتال تي، كابيتال تي لانها بتتقال هولي تراديشن، يعني التقليد المسلم من المسيح عبر الرسل، ده مقدس، ده ما يتلعبش فيه، الحقيقة اللي سلمها لنا المسيح. انما الطقس ما يعتبرش هولي تراديشن، يعني ايه؟ ممكن نغير من القبطي لليوناني، فمين الفرق؟ مش دي القضية. ممكن اللحن ده نختصره برضو، مش دي القضية. لكن في العقيدة لا، مفيش حد يفاصل ولا يضيف. تلاحظوا كمان ان الاجتماع كان يغلب عليه روح الصلاة، يعني قاعدين بيصلوا الاول، لما ترجعوا للنص تلاقوه، وبعدين تلاحظوا ان هم بيرجعوا للي استلموه. يعني ايه؟ وهم بيفكروا، هيقف مثلا بطرس يقول الانجيل العهد القديم قال، يعقوب قال، هيقول يعني بيحكوا عن اللي هم شاربينه وعارفينه وبيراجعوه مع بعض. يبقى ايه؟ زي ما قالها القديس بولس، تسلمت من الرب ما سلمتكم. في المجامع بتبقى كده، كل مجمع اللي يذاكر المجامع والمفروض تذاكره في القسطنطينية، اول يوم في مجمع القسطنطينية يراجع كل اللي حصل في مجمع نيقيا، اول يوم في مجمع افسس يراجعوا كل اللي حصل في نيقيا والقسطنطينية. فهمنا؟ واتفقوا على ايه الاباء اللي قبلنا، وبعدين نشوف المشكلة الحالية. يبقى دايما في دايما مراجعة للقديم. بصوا بقى الحركة الجميلة اللي عملها القديس بطرس. اولا بولس واكل الجو، ابتدى يفتح بقى خلاص الرحلة التبشيرية الاولى، وطلع اسيا وابتدى يبشر، وهو اللي يعتبر متهم شوية انه زعيم حركة تبشير الامم بدون ختام. وخلي بالكم الرسل كلهم مختونين، يعني اوريجينال يهود، فبرضو حتة حساسة شوية، يعني هما نفسيا لو قالوا لازم الناس تختن مش خسرانين كتير، لان هما مختونين، فالقضية ما تمسهمش بيرسونال يعني. ولو قالوا بلاش ختان هتزيد المشكلة بينهم وبين اليهود وهم عايشين في اورشليم، فالموقف حساس. احنا مش حاسينه دلوقتي، بس في وقتها كان حساس. انما بطرس بقى كان شاطر جدا، وقف يدافع عن بولس وقال لهم انا عمدت قبل بولس. يعني لو هتحكموا الراجل ده او تقولوا له انت ليه عمدت امم من غير ختان، انا اول واحد عمدت. هو عمد في اصحاح كام؟ ها 10 كرنيليوس، مش كده؟ احنا في 15 قبل ما بولس يطلع اسيا في 13. واضح التسلسل دلوقتي؟ بطرس اول واحد عمد، والمسيح قصد كده ان بطرس اللي يعمد اول اممي، مع ان بطرس هتبقى خدمته رعويه بعد كده، هيبقى مركز على اليهود مش الام.
لكن بطرس هو أول من عمد أمة. فقال لهم إيه؟ بصوا من أيام قديمة، يقصد من كام سنة، ما هو دلوقتي فات عليها كام سنة كرنيليوس، اختار ربنا بفمي أنا by my mouth، يقصد بطرس نفسه، يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، لأنه كان دخل على كرنيليوس وبيته كلهم أمم. فهنا بطرس سبورتد بولس. يبقى هنا في حركة مهمة قوي، الأمانة، إنك أنت ما تقعدش، يعني لو حد جنبك متهم بتصرف معين ولسه عليه قولان، أقف قول أنا بعمل زي فلان يا جماعة، باي ذا واي أنا بعمل زيه، يعني إيه لو هو معتبرينه غلطان يبقى أنا غلطان. يعني إحنا ساعات عندنا حركة مصري كده، إيه لو واحد متهم كله يدارى كده ماليش دعوة، ما تلبسه بقى. الحركات دي ما تنفعش، القديسين ما عندهمش حركات. فبطرس قبل ما بولس يقف وقف قال أنا عمت أمم ومن غير ختان، ولم يميز بيننا وبينهم، قال كده اصطهر بالإيمان قلوب. يبقى بطرس يشهد أنه بشر للأمم ويقف جنب بولس. وبعدين بصوا بقى، الكنيسة الأولى عندها انفتاح وتمسك، دي بقى المعادلة الصعبة اللي عاوزة دايما ناس روحانية، لأن في ناس لما تشوفوا الميشنري تشيرشز في أمريكا وكندا صراحة كده بعضها فلت، بعضها ما بقاش أرثوذكسي قوي، في محاولة مصالحة مع الشارع الأمريكاني، وبعضها بقى كونزرفاتيف قوي، فالحقيقة ما بيدخلش أمريكان، بيدخل صعايدة برضو، بس اسمه ميشنري تشيرش. لا، كنيسة الميشنري لازم تكون متمسكة بالعقيدة جدا ومفتوحة جدا على العالم عشان عارفة تجيب اللي من الشارع. فالقديس بطرس عنده التوازن ده، هو بيحب اليهود، هو يهودي، لكن وقف يقول أنا عمت، أنا كنت متربس، كنت بقول له لا، مش لم يدخل فمي شيء قط نجس أو دنس، قال له ما قدس أو الله لا تنجسه أنت. فاكرين الملاية اللي وراء كرنيليوس، القصة اللي قبل كرنيليوس؟ إذا نحن نقلة الكرازة لازم تبقى عندها النوعين دول، التمسك بالتسليم والانفتاح على الآخر. هنستوعب الكالتشر، هنستوعب اللغة، هنستوعب الناس ونحبهم، لكن مش هنتنازل في العقيدة عشان نعجبهم. لو واحد يقول لك طب وماله ما نخليهم كم إله تاني جنب ربنا يسوع، لا ما ينفعش. لكن طب ممكن نرتل بالطريقة دي؟ آه ممكن، بدل دي بتحبوها في بلدكم، يبقى في حاجة ممكن وفي حاجة مش ممكن. بعدين يقول إيه؟ لم يميز بيننا وبينهم بشيء، اصطهر بالإيمان. على فكرة صعب جدا على اليهودي اللي عاش يهودي 30-40 سنة يقول ما فيش فرق بيني وبين كرنيليوس، أنا شفت في كرنيليوس إيمان ونقاوة قلب زينا زيهم. ده بطرس اللي بيتكلم. لما تقف تقول الصينيين اللي تعمدوا أحسن مننا والأفارقة اللي بيحبوا الكنيسة أشطر مننا، لازم يبقى عندنا الروح دي، مش عاوزين أي سوبريوريتي في الخدمة. ما ينفعش أنك أنت القديم صاحب البيت تحس أنك أنت سوبريور عن الناس اللي بتكرز ليهم. لا، بطرس بيعترف أنه ما فيش تمييز خالص بيننا وبينهم من ناحية القلب. كمان تلاحظوا ان وسط الكلام بيلمح ان في نعمة وفي جهات، هم ليهم دور واحنا لينا دور، احنا قنوات الروح القدس، ده بطرس وبولس وكده، لكن هم كمان بيستقبلوا الكلمة وبيجهدوا. برضو المجمع هنا يلمح لنا بايه؟ لما نيجي نحل اشكال نرجع لساعات يسموها ايه، بروتوتايب او لخبرة سابقة. دلوقتي بيناقشوا قضية يليق بالغير اليهودي يتعمد من غير ختان او لا يليق. فبطرس قال انا بالروح القدس عمت، وقلت انا مش قادر امنع المية، لان الروح القدس حل عليهم من غير، وانا ما كنتش ناوي عمت. ولما ترجعوا لاصحاح 11 خصموه لما قالوا له ازاي تعمد امم، فابتدى يحكي لهم الحكاية فاقتنعوا. فهنا انت بتبني قرار على خبرة قديمة. يعني لما تقول مشكلة حصل مثلا في موزمبيق، ايوه حصل شبهها في زيمبابوي من سنتين وتصرفنا بالطريقه دي، طلعت غلط او طلعت صح، واضحه الفكره؟ يبقى في حاجه اسمها تراكم الخبره، الخبره تتراكم بشكل موضوعي وبشكل كله حكم. بعدين يحصل ايه؟ بصوا الكلام اللي بيقوله بطرس لسه في المجمع، لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع ابائنا ولا نحن ان نحمله.
بصوا الشطارة بقى، بطرس بيقول انتوا هتقلوا على الناس ليه؟ احنا ما كناش قد ناموس موسى، ولا واحد فينا التزم بيه، غسلات بقى وفروض وحرفيات قال احنا ما قدرناش على ناموس موسى، هنروح نحمله على الناس؟ يبقى واضح في الاتجاه الكرازي ان في تعليم اسمه كده، ما تتقلش على المبتدئين في الايمان، راعي البيزكس لكن ما تحطش نير، يعني ما تعقدش الدنيا، ما تزودش قوي، ما تجيبش لهم مش حكاية الانبا بشوية اللي بيربط شعره فبينامش طول الليل وانت بتنام 20 ساعة، هتعقدهم ليه؟ يفتكروا انه ضروري الواحد ما ينامش بالليل عشان يبقى مسيحي، هيفهموها كده، فتبقى القصة دي غلط، ده نير ده. يبقى الحرص على الاعتدال في التعليم، في الكرازة بتحط الحق كله لكن ما بتعقدش الناس، التبسيط بدون إخلال بالحقيقة والتمسك بدون تعصب. لكن يقول بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا، تعبير جميل قوي، لأنه ما يصحش أن احنا نفترض الخلاص لينا لوحدنا، طبعا احنا ما عندناش غير خلاص بإيمان واحد، لكن كمان احنا مش قاعدين نحكم على البشر مين يخلص ومين لا يخلص، احنا نعرف ان من غير مسيح ما فيش خلاص، من غير معمودية ما فيش خلاص، لكن طب اللي لسه متعمد وما يعرفش يمينه من شماله وما نؤمن ان نخلص كما نحن، يعني ايه؟ خلي مخنا وقلبنا واسع شوية، ما نبقاش داخلين ايه بطريقة يهودية متشددة، قلب واسع والوعي بمؤامرات ابليس، بمعنى ايه؟ الاباء قعدوا هم واعيين ان الشيطان عاوز يكعبل الكنيسة عشان تتقسم فريقين، يبقى بولس متزعم الامم وينقسم وينفرد، وبطرس يتشنج ويقول الكنيسه دي لليهود بس، طلعوا الناس دول بره، ويقعوا في بعض مثلا. لا، كانوا واعيين ان الشيطان بيلعب، وسهل قوي نقعد ونتفاهم ونتفق ونحط رول ونمشي كلنا عليه، وده كان غرض بولس وبرناب، طالعين بالنيه دي نقدم للكنيسه فكرنا واللي الكنيسه هتقوله هنمشي، مش طالعين يتخانقوا ويثبتوا حق. كمان الدقة في القرار والحكمة في الصياغة دي هتبان بقى، على فكرة المجمع ما خلصش غير بصياغة متفق عليها تتبعت لكل كنايس العالم موثقة ان المجمع قال كده، يعقوب على يوحنا على بطرس على بولس على برنابا كل اباء الكنيسة. حينئذ رأى الرسل، انا بجيب بقى من الاخر، الرسل والمشايخ ان يختاروا رجلين، بصوا بقى الكوميونيكيشن اللي كنا بنحكي فيه، ما هو لو ورقة بس ممكن واحد يقول لك ما انت ضربتها يا بولس وكتبتها عشان تمثل اللي في دماغك، هيبعتوا 2 شهود من أورشليم من الشيوخ الموقرين سيلا ويهوذا برسابة عشان يقولوا ده اللي حصل فعلا في المجمع، ما كانش فيه بقى فاكسات ولا فيديوهات ولا، فلازم يبقى فيه 2 كانوا شاهدين على القعدة يروحوا غير بولس وبرنابا لأنه دول طرف في الصراع، رجلين متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم الرسل والشيوخ والإخوة يهدون سلاما للإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا البلاد اللي كرزوا فيها للأمم، قد سمعنا أناسا خارجين من عندكم أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم. يبقى أي بدعة بتعمل يا جماعة بتقلب الدنيا، بتكعبل الناس، بتزعج الكنيسة، في ناس بتطلع بشوية فلسفات وآراء كده متطرفة تدوش الناس، الناس عايشة في سلام وبتصلي وبتحب ربنا، لازم الكنيسة تاخد موقف مع الكلام ده، قائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. أول إثبات إحنا ما قلناش كده، كانت مهمة قوي تتكتب كده لأن هما بيدعوا أن بطرس ويوحنا بيقولوا كده، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، برضو حبيبينا يبقى مفيش صراع، مفيش خناقة بين الكبار، لا لا كلنا عيلة واحدة ومتفاهمين، رجلين بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، أرسلنا يهوذا وسيلة هما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، يبقى الرسالة بتقول وهم بيقولوا نفس اللي في الرسالة شافوا، رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير الأشياء الواجبة، تمتنعوا مش عاوزين ختان لكن امتنعوا عن ما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعمة
تفعلون كونوا معافين. يبقى هنا حصل ايه بقى؟ حصل حاجة اسمها الشفافية. كنيسة بعتت تقول ان في مشكلة وتقول ان في ناس ادعت وترد على هذا الادعاء، يبقى لازم الكنيسة تعمل كده. لما تلاقي أزمة أو في نوع من التخبط في حاجة بتعلن إنه في ناس قالت لكن الصح كذا. يبقى هنا في شفافية، في مواجهة، في تواجد. شوفوا، من قبل ما يكون في ميديا ومن قبل ما يكون في يعني تواصل بالدرجة بتاعت الجو زماننا ده، لكن عشان البلبلة لازم تبقى الكنيسة متواجدة في الساحة. اتنين، في تواصل كتابي وتواصل مان تو مان، فيس تو فيس. ده مهم وده مهم. بعد ما بعتوا الرسالة هتوجه لكل كنايس العالم، ده احنا بنتكلم في سنة لسه از ايرلي از مثلا 52، فاحنا بدري قوي. ومع كده شوفوا الحكمة، بيقفوا للبدعة بسرعة، لان عارفين لو ما وقفوش الوقفة دي كانت المسيحية بقت يهودية دلوقتي، وكنا ما تولدناش احنا في النعمة دي خالص. تواصل كتابي وتواصل ايه؟ انساني كده. في استماع جيد، بولس وقف يحكي عن اللي بيحصل والمعجزات وازاي عمدوا الامم بصراحة شديدة، بيدي ريبورت عن اللي عمله حتى لو هيتعرض للمؤاخذة. ده اللي قاله في غلطي، قال عرضت انجيلي للاباء المعتبرين لئلا اكون قد سعيت باطلا. صوروا بولس العظيم يروح يقول انا بيدي ريبورت، عشان في بعض الناس مش بتحب تعمل ريبورت. بولس كان بيروح للكبار يقدم ريبورت عشان يقولوا له ده كان صح، دي كانت زيادة. طب ومال، ما عندوش مشكلة. تحليل الموقف، الفهم، الحوار. طبعا في حتت في النص انا ما قلتهاش لانه اصحاح طويل. قديس يعقوب كبير الرسل وقف وقال اخونا بطرس قال انه عمد الامم، وبولس وبرنابا عمدوا كتير. انا كمان اقول لكم من العهد القديم ان ربنا قال انا اله الامم، فانا يتهيألي ان احنا متفقين على ان احنا ما نطالبش الامم بالتهاوت. فكأن يعقوب بقى كبير القعدة لخص اللي اتحصل، والكل كان موافق على تلخيصه. في قرارات، في صياغة، في مراجعة. كل ده حصل مع ناس يبدو بسطة، لكن ربنا بروح ربنا اللي فيهم وصلوا لهذا الإعلان. رأى الروح القدس ونحن، معناها كنيسة جماعة مع الأباء الكبار لا تنقاد بشخص إنما تنقاد بمجمع. ده إيماننا الأرثوذكسي بقى. يمكن دي احنا بنفرق عن الكاثوليك شوي. كاثوليك ساعات يدوا عصمة أو ما شابه لأبونا البطرك، هم ناس حلوين قوي وكنيسة رسولية فوق راسنا، لكن احنا هنا مرجعيتنا المجمع مش الشخص، مش الباب، لأن قد يخطئ الباب. يعني البابا نسطور بطرك أخطأ، فاحنا لا نعطي مرجعية لشخص واحد مهما كانت كرامته ومكانته في الكنيسة، لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا ولا بولس، لكن نحن هي دي اللي ليها القوة. فطالما في اتفاق مجمعي، عشان كده الأمور اللاهوتية بالذات لازم مجمع، منفعش شخص يقول أنا بقول، فيش حاجة اسمها كده. كنيسة تنقاد بالروح. كل أزمة في الكنيسة هي إضافة، لأنه لولا الأزمة دي والتصريح ده كان فضلوا الكنيسة في القرن الأول مش فاهمين هي الكنيسة تبع اليهود ولا مش تبعهم، هي إيه علاقتها بالديانة اليهودية. هتفضل السؤال ده معلق وله اجتهادات، انما بعد الصياغة دي والقرار ده الدنيا بقت واضحة، مسيحية حاجة مختلفة. ودعموا فكرة انه ما يتقالش عليهم تلاميذ انيمور، يتقال عليهم مسيحيين، لان دي تطلعهم برا التوب اليهودي خالص. دي كانت حصلت في 12 قبلها بكم اصحاح. دعي المسيحيين اولا في انطاكيا، دعى التلاميذ اولا مسيحيين. كل اختلاف، طبعا في اختلاف في الشخصيات، في ناس يعني اكثر تشددا تميل للتوب اليهودي، انما مع الاختلاف في نوع من التفاوض والاجماع، وبالتالي في نمو. لكن شوفوا بقى الحكمة، بالرغم ان القضية كلها كانت على التهود وما ذبح والحاجات اليهودية، الا انهم بوعيهم بخلفية الامم قالوا بس نحذرهم من حاجات وثنية. يبقى ما في بعد آخر في القضية، قال لألا يفتكروا الموضوع تسيب، هنؤمن بالمسيح بدون التزامات، قال نوصيهم يمتنعوا عن الزنا، لأن هم كان الزنا حاجة عادية عندهم،
اليهودي مش محتاج نقول له كده لان عنده كتاب بيقول له لا تزني، بس الاممي لا، والمخنوق لانه كانوا يخنقوا الحيوانات وياكلوا، والدم كانوا ياكلوا دم الحيوانات. هذه المخالفات الكنيسة قالت لا، دي امور ملزمة. اذا كان الختان مش ملزم لكن الحاجات دي ممنوعة على المعمدين او المؤمنين الجدد. اختم واقول ايه، بصوا الكنيسة ما بتخافش من المشاكل لانها بتتحرك بالروح القدس، لكن ما بتتحركش بشخص او باثنين، بترجع الامور الى المجمع. عشان كده ليا توصية ليكوا احباء الشباب والخدام الصغيرين، لما تلاقوا حوار في قضية لاهوتية ما تتكلموش انتم، صلوا وقروا وذكروا. لكن انا بزعل لما الاقي واحد يعني يعتبر نفسه لاهوتي ويطلع مثلا الاساقفة غلط والكنيسة ماشية غلط ويتهكم ويفترض ان هو فاهم وقاري. من فضلك ده مش اسلوب الكنيسة، لا لا، اللي انت بتعمله ده لا يليق. اذا كنت فاهم الكنيسة ارجع شوف بولس اللي كان اعظم منك، راح عرض اللي بيقوله وكان مستعد ان يقبل من الكنيسة اللي هتقوله له. والروح القدس مش هيسيب الكنيسة تنحرف يمين ولا شمال، فما تعملش حامي حمل الايمان وانت اصغر من كده، خليك متواضع من فضلك. افهم الكنيسة ايه المشكلة، ما فيش مانع، اقرأ وادرس ابائيات حلو خالص، لكن خليك متواضع وخليك دايما واثق في المجمع، لان المجمع الثقة فيه مش لانه بني ادمين، لانه قال الروح القدس ونحن. نحن يعني الروح القدس هتشتغل مع النحن، مش هتشتغل مع واحد لوحده. فلا تتبع شخص بذاته، ما تقولش انا اصلي تابع للفلان، لا، فلان ما يدخلكش السماء، خليك تابع للكنيسة لنحن. قيادة حكيمة روحية، شفنا قد ايه بطرس ويعقوب ويوحنا بالرغم من اختلاف شاسع بين الشخصيات بين بطرس وبولس، انما بطرس وقف يدافع عن موقف بولس هنا بمنتهى الامان، يعقوب وقف يدعم الاثنين بمنتهى الامان، مع ان هما ملهمش في كراسة الامم. بصوا الحب الحلو ده، هما مش خدمتهم دي، ما يفهموش كتير يعني ايه كلموا وسنين، بالذات القديس يعقوب، لكن بدل ده ارادة ربنا يقف يدافع عن هذا التطور والخدمة. كمان توزيع المسؤوليات، ازاي يجيبوا بقى يهوذا وبرسابة عشان يبقوا شهود، وبعدين الجو كله محبة وتفاهم، في مناقشة موضوعية، في قبول للآخر وللتفكير، في ايمان ان ربنا بيشتغل بالكل، الكنيسة مش هتقف على واحد بس، الكنيسة محتاجة كل الناس، في تعامل مع المشاكل بمبادئ روحية مش بمجرد مبادئ علمية او بقفش، لا لا، كل حاجة بتتعامل بمبادئ روحية. صح، ده مدرسة في نضج الكنيسة الاولى. الكنيسة الاولى كنيسة عظيمة على قد ما كانوا يقعدوا على الارض ومعهمش اي ادوات، انما الناس دول قديسين افضل من علماء الدنيا في التصدي للمشاكل، لان هم بينقادوا بالروح، جواهم حب حقيقي لربنا، محدش فيهم عاوز يثبت نفسه ولا يكبر نفسه ولا يطلع نفسه احسن ولا يطلع نفسه الصح، هما بالنسبة لهم الكنيسة هي المهمة. لإلهنا كل مجد وكرامة.